السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. خانكم سعد ويب، اخوكم سعيد، وهذا الفيديو هذا فيديو مهم بزاف، غادي يكون برعايه بنك السياش وشوف تي في. لا بصح هذا الامر هذا خطير بزاف. اخيرا بلوكيرجو فيديوهات حول بعض الناس اللي تم النصب عليهم وداو لهم فلوسهم اللي عندهم واحد الحسابات في البنك ديال السياش. فداش معهم سي جواب شوف تي في بعد ما حاولوا انهم يتواصلوا مع مسؤولين ديال البنك ويعرفوا كيفاش داو لهم فلوسهم وعلاش مشاو لهم فلوسهم وشنو هو الاسباب، لكن ما توصلوش لاي نتائج. ممكن انهم يعني كثروا على البنكه والبنكه ما قدرتش انها تساعدهم فقطعت الاتصال معهم، او ممكن كيف ما السيناريو اللي قالوه مايا كيحاولوا انهم فقط يفهموا وتا واحد ما بغى يهضر معاهم. فاحنا في هذا الفيديو هذا غنشوفوا هاد الناس هادو كيفاش مشاو لهم فلوسهم، الطرق اللي مشاو لهم فلوسهم، ونحاولوا نعرفوا مناش المشكل، واش منهم هما اللي ما قدوش انهم يحميو الحساب ديالهم او لا من البنكه ديال السياش. في نفس الوقت غنعطيو بعض المعلومات وبعض النصائح للناس باش يحميو الحسابات ديالهم. لذلك هذا الموضوع هذا وهذا الفيديو هذا مهم بزاف لاي واحد عنده فلوس في البنكه ديالو وباغي يحافظ عليها وميشمتو فيها حتى شي واحد. فتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. استهداف مستخدمي البونو باش يسرقوا الاموال ديالهم، هي هذه العمليه منتشره في العالم كامل، ولكن كتبقى بنكه من بنكه كاين واحد الفرق ديال الحمايه. دائما كتلقى بنكه عندها طريقه معينه اللي كتحمي بها الزبناء ديالها، وهذيك الطريقه تقدر تكون مطوره على بنكات وحدين اخرين. لكن القطع اللي كيوقعوا فيه المستخدمين اغلبيتهم اللي كيمشيو لهم فلوسهم في البنوك ديالهم وهما كيعولوا على البنكه هي اللي تحمي الحسابات ديالهم، وما عارفينش بانهم الحمايه ديال الحسابات ديالهم اولا مشروطه عليهم همايه. وهذا هو الامر اللي خلات في 2009 وزاره العدل ديال هولندا تطلق واحد الحمله موسعه وكبيره، خدات 4 سيمانات وهما كيحاولوا يوعيوا الناس بان المعلومات ديالهم البنكيه واجب عليهم هما اللي يحميوهم. غير هو الفرق ما بين هولندا والمغرب كاين لا توعيه لا والو. هذا هو المشكل اللي كيستغلوه اغلبيه الهاكر، كيسهل عليهم الاموريه في نفس الوقت، وهو الجهل ديال الناس بالامن المعلوماتي. اوكي طولش عليكم، اجي نشوفوا هاد الناس كيفاش مشاو لهم فلوسهم. لقيتي 0 درهم واش غنقول لك؟ المشكل هو عندنا دي زونجاجمون، باغا تخلي قلبك في زونجاجمون فلوس بغيتي تقيع مخليه 0 درهم بلا تاول بغيتي تخليه مع الحطوطي. كيفاش لقيتي الفلوس مشاو لي؟ دازو دو فيما 58,000 درهم و 78,000 درهم. دخلتي تشوفي الكونت ديالك في لابليكاسيون؟ انا لقيت الكونت ديالي مبلوكي. اييه و لابليكاسيون مبلوكيا و لا كارت غيشي مبلوكيا. ناخذ انا الفلوس التقاوي كان جاني لو ميساج ديالهم، دخلت ليه صافي و داو الفلوسات. وملي كتجي عندهم هنا شنو كيقولوا لي؟ والو ولا جواب ولا جواب. واحد يصيفطك لواحد، انا شهرين هادي شنو شي جواب شي حاجه اللي قالوها لك؟ ما كاين حتى جواب، ما كاين حتى جواب لحد الان. في الاول كيقول لك هذا الشيء ماشي مسؤوليتنا. ومسؤوليتنا واش كاينه شي اسيرونس؟ لا ما كاينه حتى شي اسيرونس. ياك يعني فلوسنا حنا حاطينهم امانه عندكم. واش كنا حاطين فلوس في الزنقه ولا شنو؟ راه بنكه. ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش. دابا باش خرجتوا مع هاد الناس؟ باقي كنتسناو المسؤول يجي. هاد المسؤول شحال وانت كتجي وما شتيش؟ راه جينا شحال من مره، مشيت لاجونس شحال من مره، تليفونات شحال من مره ولا جواب. دابا حنا من الصباح من 11 وحنا واقفين، ها هي دابا الوحده وتولوت، باقي ما كاينش هاد الريسبونسابل المسؤول. هاد المسؤول وقع هاد الكارثه كلها وهاد الجريمه كلها في حق المواطنين والمسؤول ما كاينش. حنا كنتسناو على الاقل يجي يعطيكم شي جواب مقنع اللي هو اصلا ما كاين حتى شي جواب. المهم دابا هاد السيده هادي جا واحد الرساله في الهاتف ديالها تحت الاسم ديال السياش والرقم ديال السياش، عرفت شنو طلبوا منها في ديك الرساله، ولكن عطاوها واحد الرابط اللي دخلت ليه. وهذه واحد الطريقه اللي كيستعملها الهاكر باش يخترق الضحايا ديالو. هاد الطريقه كتسمى سبوفين اس ام اس، اللي هي بكل بساطه واحد الفيك اس ام اس اللي كيجيك بنفس الرقم وبنفس الاسم ديال واحد الشخص اللي فقط مزورين ماشي حقيقيين. فهنا الضحايا كيجيهم هاد سبوفين اس ام اس باسم ديال البنك ديال البنكه ديالهم، سواء السياش سواء اي بنكه اخرى، ونفس الرقم ديال السياش. اغلبيه الضحايا كيصيفطوا ليهم واحد الرسائل
اللي كتبت فيهم واحد الحاله ديال الرعب باش ما يبقاوش يتحكموا في التصرفات ديالهم ويتسرعوا ويدخلوا لهذاك الرابط. فمثلا كيجيك واحد الميساج باسم ديال البنكه ديالك اللي تيقول لك اكتشفنا واحد عمليه مريبه كتجري في الحساب ديالك، حاول في اسرع وقت الدخول لهذا الرابط وتغيير معلوماتك الشخصيه. فهنا الضحيه ما كتفهم والو، كيجا واحد الحاله ديال الرعب فكتخاف على فلوسها كتمشي تجري تدخل هذاك الرابط، كيطلع ليها واحد السيت بحالو بحال السيت الرسمي ديال البنكه فاش حال مع الحساب سواء سياج سواء اي بنكه. فانت كتمشي كتدخل المعلومات ديالك وكيعاودوا يقولوا لك صيف دير معلومات جداد، كتدخل كونت جديد، كتدخل الرقم السري جديد، كل شيء هو هذا، كتكمل كترجع تجري الابليكاسيون كتبغي انك تدخل ليها، كتجرب هذاك الباسورد الجديد اللي بدلتي ما كيخدمش لك، كترجع كدير الباسورد القديم حتى هو ما كيخدمش لك. وهنايا فهي فقط عمليه نصب، وهذاك السيت مزور، اي معلومات غتدخلهم فيه كيمشي مباشره لهذاك الهاكر. فمن بعد ما كتدخل المعلومات ديالك الهاكر كياخذهم كيمشي بهم يدخل الحساب السياج ديالك. فاش كيتمكن انه يدخل الحساب السياج ديالك كيبدل المعلومات، فانت ما كتبقى عندك حتى شي اكسس للحساب ديالك. في هذه الحاله خاصك في اسرع وقت تمشي للوكاله ديالك ولا تتصل بهم باش يبلوكيو الكونت ديالك، باش ما تتم سحب حتى شي حاجه وما يتمش الاستغلال ديال هذاك الكونت بين ما تحل المشكل ورجعوا لك الحساب ديالك. هادشي علاش من المهم ما تدخل لحتى شي رابط كيوصلك في الاس ام اس ديالك، ولا دخلتي لشي رابط وقال لك بدل المعلومات ديالك ما تبدلهمش. سياش ولا اي بنكه غتسالك على كلمه السر ديالك، اولا غتعيط عليك في التليفون وغادي تقول لك اعطيني المود باس ديالك بغينا نقادو لك واحد المشكل في الحساب ديالك. هادشي عمرو ما غادي يطرا. اي رساله واي اتصال كيجيكم ويقول لكم اعطوني معلومات ديالكم عرفوا انه نصاب وانه هاكر. ولا جاتك اي رساله اس ام اس في الهاتف ديالك فيها رابط ما تفتحهاش، وحتى الا فتحتي الرابط اول حاجه غتاكد من اللين ديال الرابط، حيت الهاكر يقلد حتى يعيا في الشكل ديال الموقع ما يقدرش انه يبدل ولا يدير رابط بحاله بحال ديال اي موقع اللي من بيناتهم البنكه ديالك. لذلك تاكد من الرابط اللي داخل ليه وشوفوا واش هو نيت ديال البنكه ديالك، ودقق مزيان في المساله هذه حيت راه كيستخدموا خدع بصريه باش يوقعوا الضحايا في الحيل ديالهم. فمثلا سياش.com هذيك الاي ممكن هي تكون ال، ممكن يكون واحد الحرف متغير في الرابط او لا حرف زيد، فهادشي كامل ردوا ليه البال. عرفتك من المجريه، عرفتك انت من هاد الضحايا. راه معصب ضروري غتجي معصب. شنو وقع لك اولاد؟ نهار اثنين انا كان عندي واحد المشكل في الموطور، مشيت باش نصايبو في لاميزون، خرجت باش نشري فلوس باش نجي نخلص السيد اللي صايب لي الموطور، كنشري 500 درهم ما كتخرجش، كنمشي للكيشي اللي حدا كنقول راه يكون هاد الكيشي فيه مشكل حتى هي ما كتخرجش. ملي كندخل لابليكاسيون كنلقى ميل ديال غير متقطعاش. ملي كندخل عند الموديل كيقول لي غادي دير ريكلاماسيون باغ تيليفون في سونتر دابيل، كنعيط ليهم قالت لي 48 ساعه يدوزوك فلوس. دابا دازت 72 ساعه ومدازت لي والو، البارح مسافر لي ميساج تسنى كل جوغ يلا نعطيوك الريبونس ماشي غنرومبورتيك فلوس. وهاد الناس راه شفاره من الاخر دي زارناكور، يعني كيديو لك فلوسك كيبقاو يشمرقنوا بك بحال شي واحد كياخذ لك فلوس كيديرهم بجيبوش وكنعطيهم لك وقت ما بغيتش انا. واش واش نعطيهم لك ولا لا؟ هما او ديبار راه هما فلوسك، يعني هاد الناس راه شفاره وبغينا نديروا معاهم شي حل، بغينا غير فلوسنا. رمضان جاي ما عارفش لي زونكاجمون عندنا حنايا، ما عارفينش حنا هاد الفلوس اصلا شنو باغيين نديروا بهم. دونك هاد الناس راه شفاره. عندك فليسات متاكد انهم في الكونت ديالك مشيت تجبدو باش خلصتي، راه بحال كتفنى نتاع السيد. بحال كنتفنى على السيد، مشيت تسنى في جهه اخرى باش نخلص باش ما نخسرش معاك. حيت لا ميزون ما غترحمنيش. البنك انا خويا غنمشي نجبدهم لك، كتمشي كتقطع يدك ما كتبقى والو، ما كتبقى والو، ما دايرين حتى شي اصلا. نورمالمون كاين مشكل في السيستم غادي دير واحد الورقه او موان غاش امبريمي غير بي سي عندك تما في لاجونس وغادي تعلق في الكيش. السيدي هذا الكيش هذا راه فيه مشكل. ماشي مشكل في الكيش، المشكل ان فلوسكم مشات. هاد الناس شفاره من الاخر ما كذبش عليك. الدر هذا ما عرفش واش هو مشكل تقني ولا تم النصب عليه، ف هو مشى يخرج فلوس من الكيشي، الكيشي ما خرجت لي ما خرجت لي الفلوس، وفي نفس الوقت تقطعت ليه انه راه خرج فلوس. فاذا كان مشكل تقني نورمالمون خاصهم يرجعوا ليه فلوس. كاين كشف الحسابات، عندهم ناس خبراء في هذا الشيء هذا، قدر ياخذ مساله قدر تاخذ وقت بما تاكدوا، ولكن
في الاخير خاص يرجعوا ليه فلوسه. وغير هويا كاين واحد الطريقه اللي كينصبوا بها على الناس بهذه المساله هذه، انهم كيمشيو كيديروا هذيك الفتحه اللي كتخرج لك فلوس كيمشيو كيديروا ليها الكولا. فانت كتمشي كتدخل لا كارت ديالك، كدير عمليه سحب عاديه، كتقول لك صافي، كتقول لك الصراف الي تيقول لك صافي سحب الفلوس ديالك، كتسنى حتى حاجه ما كتخرج، داك الباب اصلا ما كيتفتحش، كتقول واقيلا راه كاين شي مشكل في السيستم ولا السيستم طيح ولا شي بلان، كتمشي في حالك. هويا راه نورمالمون خاصو يتفتح داك اللي كيخرج فلوس، ولكن بسبب هذيك الكوله اللي مدير ليه هذاك النصاب ما كتفتحش. من بعد عاد باش كيجي كيضربها بموس ولا بزيسوار شي حاجه وكيخرج دوك الفلوس اللي واحلين. داكشي علاش اكو دائما فاش بغيو انكم تخرجوا الفلوس من الكيشي سيروا لواحد الصراف الي اللي ما يكونش مطرف، ما يكونش بعيد على الانظار، ما يكونش بعيد على البنكه، مشيو للصراف الالي اللي كاين في البنكه مع البنكه ديالكم، حيت هذوك الصراف الالي اللي تيكون مطرف وبعيد اللي كيحطوه تماك فقط للطوارئ الناس اللي محنسرين هو اللي كيتستهدفوه الناس اللي كيديروا هذه عمليه الاحتيال في الصراف الالي، حيت ما يقدروش يديروها في الصراف اللي تيكون عامر وتيكون حدا البنكه، كتكون فيه كاميرات، كتكون فيه بزاف المسائل اللي حاضيه وتكون فيه الناس. فحتى الا كان شي مشكل تقني في هذاك الصراف الالي تقدر مباشره تدخل عند الوكاله وتسولهم شنو كاين، حتى الا كان شي حاجه تم يخرجوا ويتاكدوا من المساله، ولا كان شي مشكل على الاقل غتكون بلغتي عليه وما ما تسناش حتى يتاكدوا على انك واش خرجتي فلوسك ولا باقين ما خرجتيهمش. اجي ولدي شنو وقع لك هاد الناس هاد؟ اختي واحد اليومين دابا كنفيق مع الصباح لواحد لابيل ديال سيرفيس سي اش نيت، يقولوا لي واش نتاني ايفيكتيفمون اللي تدير واحد لي ترانزاكسيون من الكونت ديالك. قلت لهم لا، كنت بلوكاو لي هما لاكارت نيت، كندخل لابليكاسيون تلقى مشات لي 13000 درهم، الوغ كو ماشي انا اللي درت هذوك لي ترانزاكسيون. ملي كندخل نشوف لي بايمون فين مشاو تلقى شي واحد الله اعلم اشنو دايرين خمسه ديال لي ترانزاكسيون مشاو. ملي نجي عند هاد الناس باش نسولهم تيقول لك انت اللي خليت الدوطاسيون محلوله، الوغ كو واش انا الذنب ديالي هو اني خليت الدوطاسيون محلوله ولا الذنب ديالي انني حاط فلوسي نيت في السياره؟ خرجت الدوطاسيون ديالك ما نسمعش هذيك، انا عمري ما فهمت كيفاش خليتي الدوطاسيون الدوطاسيون تقدر تكون محلوله سويت كاع دخلت بغيت نقضي شي غرض كتسد سوغ بلاص، هما ما عندهم كتسد مانيوالمون هذه سحب السياره. الوغ كو دخلت ندير مثلا واحد لاشا ولا شي حاجه وهاي دوطاسيون عاود وحده نديرو وحده شي حاجه مشى التليفون ديالي طفى مابقاش دوطاسيون محلوله، يعني مشى قدام الامانه اما مشات لي فلوسه ما يمكنش. هادي زعما فاش مشاو ما عرفتيهم فاش شلا شكون شلا ما عرفتش انا جوست كالانستون ما عرفتش فاش مشاو اكزاكتومون، هما تيطلعوا لي فيسبوك ولكن اشنو فيسبوك اشنو فين مشاو اكزاكتومون ما عارفش. واحد السيده حتى هي معايا راه نفس المشكل حتى هي طاري ليها، حتى هي اللي دخلت لي ترانزاكسيون بنفس لي بايمون اللي مشاو ليا مشاو لك انت بنفسهم حتى بلي فيغول حتى هما بحال هادشي راه خطير. ملي تنهضروا معاهم تيقول لك لا انت دير ريكلاماسيون تبع البروسيدور ديالك. واش هذا الحماق هذا؟ واش انا حاط فلوسي نمشي ندير ريكلاماسيون؟ ما عرفتش واش انا تشفرت واش تلقى لي شفر في الزنقه؟ واش ضاعوا لي في شي بلاصه في شي تران في شي طوبيس في شي طاكسي ندير ريكلاماسيون؟ راه لا يعقل انني حاط فلوسي في بانكه ويمشيو ليا فلوسي بين عشتين وضحاها ومشي ندير ريكلاماسيون. دابا انتم اللي خصكم ديروا لي ريكلاماسيون. ملي جينا عندهم دابا عاوتاني اليوم تيقول لك لا تسنى لا ريبونس من هنا ل 21 يوم. واش حتى اش وين فين هي فلوس باش نقضي 21 يوم مثلا؟ مثلا كنهضروا غير على السياج كله ما فيش تامين. لا ماشي على عطونا بعدا غير تامين هو التعويض ديال فلوسكم ضروري التامين. الدري هذا مشاو ليه فلوسه في عمليه شراء، مادام قال بسبب دوطاسيون اي كوميرس بقات محلوله، اذا عمليه الشراء مشاو في شي مواقع اللي برا المغرب. فهنا كاين جوج ديال الاحتمالات، حيت هو قال بان الموقع اللي تشرى منه ولا اللي تصرف معاه هو الفيسبوك، هو اللي قطع عليه هذوك الفلوس مع 8 مليون وشي حاجه. سياش بنك كتيح لك معاملات انترناسيونال، تشري في اي موقع من اي بلاد، وهاد العملية هادي كتتم عن طريق واحد السيرفيس كتسمى لا دوطاسيون اي كوميرس. ملي كتفتح الحساب ديالك في السياج ما كتكونش مفعلة، غتمشي تشري اي فوا تفتح الحساب ديالك في السياج غتمشي تشري من شي موقع خارجي ما غاديش يتم عملية الشراء، حيت دوطاسيون كتجي ديزاكتيفيا، فانت خاصك تمشي لابليكاسيون ولا الموقع وتاكتيفيها.
فاش كتاكتيفيها ديك الساعه كتفتح لك الامكانيه انك تشري من اي موقع خارج البلاد. الناس العاديين اللي كيشريو مره كيحاولوا انهم ديك لا دوطاسيون اي كوميرس فاش كتتم عمليه الشراء كيسدوها، ولكن الناس اللي تبقاو يتعاملوا بزاف في برا الانترنت كيشريو منها كخدامين خدامين مع شي مواقع كي بالشهر ولا شي حاجه دائما كيخليوهم حيوله باش تم الاقتطاع بشكل سلس بلا ما فلوس. مثلا الموقع يجي ياخذ فلوسه يلقى شي حاجه اللي مبلوكيه. في الفيسبوك من المواقع اللي فاش كتبغي تشري منهم ولا شي حاجه كيكون واحد الحاجه موثوقه، فما كتحتاج لعمليه الشراء لهذاك الرمز اللي كيوصلك الهاتف ديالك عاد باش كتدخله باش تتم عمليه الشراء. وكاينين المواقع اللي كتتم فيه هذه العمليه ديال التاكد بدوك الارقام فقط المره واحده، مثلا جوميا غتشري منها مره واحده غيتاكدوا، خاصك ضروري تدخل هذاك الرقم اللي غادي يجيك في التليفون باش تتم عمليه الشراء، ولكن من بعد غتولي تتم تشري من جوميا بلا ما تصيفط لك هذاك الرقم. يعني جوميا شي موقع اللي موثوق بحالو بحال الفيسبوك حتى هو ان فوا كتتم هذيك العمليه ديال التعامل المره الاولى من بعد كيولي دائما كيتعامل معاك بلا ما توصل لك هذاك الميساج. يعني فاش كيجي الوقت انه ياخذ فلوسه كياخذها نيشان بلا ما يحتاج انك تاكد ليه المعامله. فهاد الدري هذا واحد من جوج، اما واحد عرف معلومات ديال البطاقه ديالو، الرقم ديال البطاقه وايضا الفي سي سي ديال البطاقه والتاريخ انتهاء الصلاحيه ديال البطاقه. هاد المعلومات ثلاثه مهمين بزاف، لذلك عمرك ما تصور البطاقه ديالك ريكتو فيرسو تصيفطها لشي واحد. عمرك ما تصور البطاقه ديالك وصيفطها لشي واحد. الا صورتي البطاقه ديالك ريكتو فيرسو من اللور ومن القدام وصيفطتها لواحد ديالك فصافي، هذاك الشخص عرف جميع المعلومات يقدر يشري من اي موقع. فهنا يا اما واحد خدا ليه المعلومات ديالو ومشى استعملهم مع الفيسبوك، والفيسبوك راه كتعامل معاه فقط في خدمات ديالو، وحتى الماركت بليس ديالو راه فابور، راه ما ملي كتبغي تشري شي حاجه من الفيسبوك راه كتعامل مع واحد اخر وكتصيفط ليه فلوس، حيت هذاك الماركت بليس فقط فيسبوك كتلاقي البيع مع الشاري، هادشي اللي كدير الفيسبوك. لذلك هذوك الفلوس اللي مشاو للسيد في الفيسبوك يعني مشاو في خدمات ديال الفيسبوك، وغالبا غادي يكون فيسبوك ادز. يعني غالبا هاد الدري هذا ممكن الحاجه اللي مبغاش يقولها هو انه كيتعامل مع الفيسبوك كيدير فيه الفيسبوك ادز، يا يعني اما خدام في الايكوم لوكال يا اما كيدير فيسبوك ادز للمنتوجات ديالو ولا الصفحه ديالو ولا شي حاجه، فخلى الحمله الاعلانيه مطلوقه مثلا وبقات خدامه حتى وصلت ل 1000 دولار، يعني 10000 درهم وزياده. فهنايا في الاخر ديال الشهر فيسبوك كتقطع هذاك المبلغ اللي استخدمتيه ولا اللي استهلكتيه في الاعلانات كتقطعه من البنك ديالك. فهذه امر عادي، امر طبيعي، ولكن حيت حنا ما عارفينش الحيتيات ديال الموضوع بشكل عام انا كنحاول نكون دائما محايد وكنحاول نوريكم الصوره كامله من الطرفين. فانت البطاقه ديالك المعلومات ديالو ما تخليهم لتا شي واحد، البنك ديالك حافظ عليه في مكان امن، المعلومات اللي فيها ما تقيدهمش في ورقه، ما تكتبهمش في التليفون، ما تحطهمش في البيسي، معلومات ديال البطاقه ديالك ما تحطهاش في بلاصه اللي يقدر يلقاها شي واحد. وكنفضل انك ما تكتبش المعلومات ديال البطاقه ديالك، لو بغيتي تعرف البطاقه ديالك غتمشي تجبدها وغادي تشوف شنو هو الارقام اللي فيها، وحاولوا تحافظوا عليها الشيء اللي كاين. ولا شكيتي انك البطاقه ديالك سرقت او لا شافها شي واحد او المعلومات ديالها وصلوا لشي واحد، حاول في اقرب وقت تمشي للوكاله ديالك ويديروا معك شي حل، يا اما يبلوكيوها يا اما يبدلوا لك الارقام ديالها، ما يبدلوها لك كامله، اما مهم يديروا معك شي حل. خلاصه ديال الفيديو، دائما نتوما المسؤولين على حمايه الحسابات ديالكم، سواء البنكيه سواء اي حساب اخر كتخدموا به وعندو معلومات حساسه اللي كتحتاجوها، نتوما المسؤولين الاولين، البنكه واي بنكه. الهاكر طرق ديال السرقه كثار، ومازال كل عام كتجي شي طريقه اللي كرييتيف، طريقه اللي ابداعيه كتم استهداف الضحايا بحال الطريقه اللي مخادعه، تقدر انه تدي لهم فلوسهم ولا تاخذ لهم المعلومات ديالهم، حيت السرقه ديال الفلوس ما كتم الا عن طريق سرقه اولا المعلومات ديالك. فانت قبل ما تحمي فلوسك حاول تحمي المعلومات ديالك، اي معلومه حساسه حاول تحميها، الرقم ديال البطاقه الوطنيه، البطاقه الوطنيه حتى هي كامله،
رخصة القيادة، أرقام الفي سي سي اللي كتكون في الظهر ديال البطاقة، هادو معلومات مخاصهمش يطيحوا في يد أي واحد. هادو معلومات حساسة يقدر يستخدمهم أي واحد باش يلقى شي طريقة كرييتيف اللي انت ما عارفاش أنه يسرق بها المعلومات ديالك، وماشي بالضرورة أنه يستهدفك انت، يقدر يستهدف مثلا الوكالة اللي انت مشارك معها، البنكة، يقدر يستهدف طرف ثالث. فمثلا كاين واحد الطريقة اللي منتشرة كيتم النصب على الناس عن طريق طرف ثالث، ما صاحب البنك ما البنك بحد ذاته. هاد الطريقة شنو هي؟ واحد كيجي تيقول لك صيفط ليا رقم حساب ديالك ولا الريب ديالك، بغيت تشري من عندك واحد الحاجة كتكون كتبيع وكتشري مثلا، كتصيفط ليا الريب ديالك، من بعد تيقول لك صيفط ليا خويا صور ليا البطاقة الوطنية ديالك، راني محتاجها ضروري باش نقدر انني نفيرسي لك. انت بحسن نية كتصيفط ليه، كتصور ليه البطاقة الوطنية ديالك كتصيفطها ليه، هو عنده الرقم حساب ديالك، عنده البطاقه الوطنيه ديالك، وعنده رقم الهاتف ديالك، وداك الرقم الهاتف غالبا تيكون مرتبط من البنكه ديالك اللي انت كتستخدمه. رقم حساب ديالك كيستخلص منه هادوك الارقام اللي كيكونوا هما اليوزر نيم، فكيبقى ليه فقط الباسورد. الباسورد كيخرجوا بحال طريقه احتياليه على من، على الشركه ديال الاتصال. كيمشي عند الشركه ديال الاتصال كيعطيهم لاكارت، كيعطيهم فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، تيقول لهم اخويا راه مشات ليا لاكارت، مشات ليا النمره ديال التليفون، وخاصني ضروري نسترجعها، ويبدا يشكي عليهم. المهم الا لقى شي موظف متساهل في الخدمه ديالو وماشي حريص وماشي امين على معلومات ديال الزبائن، فيقدر انه يتساعد معاه ويسهل ليه الماموريه انه يجبد ليه واحد لابوس جديده بنفس الرقم. وهذه عمليه طرات ديجا على شركه الاتصالات المغرب. مشى واحد عند شركه الاتصالات المغرب بعد ما خدا جميع المعلومات ديال الضحيه، ومشى تواصل معهم وعطاوه فريمون لابوس بنفس الرقم ديال هذاك الضحيه. هو مشى تيشارجا لابليكاسيون ولا عنده ابليكاسيون، ومشى استخلص من الرقم ديال الحساب هذاك الارقام اللي كيستخدموا باش انك تدخل، وعاد باش من بعد كيقول لابليكاسيون انني نسيت رقم سري. اكيد هنايا لابليكاسيون من بين الوسائل الحمايه اللي تقدر انك من خلالها تسترجع الرقم السري ديالك، وانك يصيفط لك واحد الميساج في الهاتف ديالك، وقول لهم نسيتو، صيفطوا لي ميساج في الهاتف ديالو اللي هو شنو هو، هو نفسه اللي خدا من اللي خدا لابوس ديالو من عند اتصالات، من عند الشركه ديال الاتصال، خدا صيفطوا ليه رابط، دخل منه بدل مود باس، دار مود باس جديد، قدر انه يدخل لابليكاسيون ولا لابليكاسيون كامله والحساب كامل تحت التصرف ديالو، يقدر يدير فيه ما بغى. ومن ناحيه الهاكر وداك النصاب محترف وعارف اش كيدير، ما خرجش فلوس بطريقه اعتياديه، شرا من هنا ولا مشى خرجهم من شي مصرف الي ولا دير شي بلان ولا حولهم تحويل بنكي، لا، مشى خرجهم عن طريق كاش اكسبريس. كاش اكسبريس واحد الوسيله اللي كتقدر انك تخرج الفلوس من اي صراف الي فقط عن طريق واحد الارقام اللي كيعطيهم ليك هذاك الشخص اللي صيفط لك هذاك الفلوس. هو مشى دار بزاف ديال التحويلات بهذاك كاش اكسبريس، ومشى بدا كيخرج فلوس عن طريق هذاك الكاش اكسبريس تخول السيد البنكه ديالو. وكاينين حاليا بعض التقنيات وبعض لي ماشين الادوات اللي كيتستخدموا باش انهم يسرقوا المعلومات ديال البطاقه الوطنيه، البطاقه المصرفيه. من بين هاد الادوات هادو وبين هاد لي ماشين واحد الحاجه سميتها ولا واحد القطعه سميتها سكايمر. هاد سكايمر هادي انفو كتقرب ليها بطاقه ولا بالاحرى هذاك الشريط المغناطيسي ديال البطاقه اللي كتدخلو اما في الصراف اما كتمشي كتخلص منه في مرجان ولا في شي متجر، كيقدر انه يقرا المعلومات ديال البطاقه. وهادو غالبا كيتحطوا يا اما في الصراف الالي كيحلوا منه هذيك البلاصه فين كتخشي لاكارت، كيحلوه وكيخشيو تحت منها هذيك القطعه اللي كتقرا، وهكا كيقدروا انه اي واحد يجي يدخل البطاقه ديالو يخرج فلوسو غيقدروا انهم يقراو المعلومات اللي ديال البطاقه ديالو. فهادشي علاش كنقول لكم حاولوا تجنبوا هذوك اللي كيشي اللي تيكونوا مطرفين. اكيد هاد التقنيه هادي تقنيه متقدمه وما تلقاهاش في المغرب، ولكن فقط للامان وفقط للحذر حاولوا دائما تتبعوا التعليمات هادو اللي قلت لكم، وايضا ما تستخدموش كيف قلت لكم صراف الي اللي تكون مطرف وبعيد على الانظار وبعيد على الوكاله، وايضا حاولوا ما تتصرفوش مع متاجر اللي كيقول لكم هاكم دخلوا البطاقه، ما كتشريوش كاش، كتمشيو كتشريو
فاش كتشيلوا شي حاجه كتمشيو كتخلصوا عن طريق هذيك هذيك لا ماشين اللي كتحطوا فيها لا كارت ديالكم بحال ما هكا. حاولوا ما ديروش القضيه هذه في المتاجر اللي ما معروفاش. ايضا المواقع في الانترنت ما تشيلوا من حتى شي موقع ما معروفش، ملي تشيلوا من شي موقع حاولوا تشيلوا منه يكون موثوق. داكشي علاش حاولوا ما تشريوش شي من مواقع كبار، بغيتوا تشريو من جوميا، شريو من شي موقع اللي كتصرفوا معاه من شحال هادي وموثوق وحتى هو ظاهر يعني معروف المالك ديالو معروف. ونشريو ايضا من الانترنت شريو من شي مواقع اللي معروفه والناس بزاف كيشريو من عندهم، باش تحاولوا انكم ما تطيحوش في هذا الخطا اللي كيوقعوا فيه الناس كيتم النصب عليهم بهذه الطريقه هذه. حتى هذيك المساله ديال التعويض، يعني فاش كدير حساب مع شي بنكار فرك كتخلص سنويا التامين ديالك، ولكن هذاك التامين في حاله الى البنكه طرا فيها مشكل. الاختراق استهدف البنك، فهنا نتايا كيوصلك التعويض ديالك، ولكن فاش نتايا كيتم الاختراق ديالك نتايا يا اما اختراق هندسه اجتماعيه ولا اختراق الكتروني، فهنا ما مسؤولاش عليك البنكه، حيت البنكه بدورها عندها تامين مع شركه هي اللي مامنه المعلومات ديالها. في اي اختراق طرا البنكه، البنكه كتعرف انك كيفاش ترجع فلوسها من هذيك الشركه اللي مامناها، هذا باش من بعد البنكه كترجع الناس فلوسهم اللي مشاو ليهم. ولكن البنكه في حاله ما تمش الاختراق ديالها فما عندها كيفاش اولى منين انها ترجع لك فلوسك الا انت مشات لك ولا تخترقتي ولا طرا لك شي مشكل. هذا هو نهايه الفيديو، نتمنى نكون موفق باش نوصل لكم الفكره ونكون قدرت انني نوصل لكم معلومات كافيه باش تحميوا ريوسكم وتحميوا المعلومات ديالكم الشخصيه والبنكه ديالكم، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الموضوع هذا. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، وما تنساوش واحد اللايك واشتراك. الله يعاونكم.